الجماعة. الوالدة الحين تعتبر في عداد الأموات، وطبعا موتها يعتبر بالنسبة لنا كلنا كارثة، بس حنا لازم نكون أكبر من هالمصيبة ولا نخلي العواطف التحكم بالعقل. أخوي حنظل لو سمحت تأجل كل شيء الحين. لا وقت للحزن، كلنا بنموت والحياة لازم تستمر. أنا أقول بكل صراحة يعني خالتي قماشة ممكن الله ياخذ أمانتها، الحين بعد ساعة بعد ساعتين ممكن تطول وتموت باكر. يعني ايش تبينا نسوي بالله؟ هذه أمنا وعسى الله يطولنا في عمرها. أنا ما قلت شيء، عسى الله يطول بعمرها، بس يعني أنا مرة حامل وأتشائم، وبعدين بناتي صغار يخافون يعني لي شافوا الميت وصياح وحاله خاف يتعقدون، فأنا أقول الأحسن مو نوديها المستشفى يراعونها أحسن من البيت. لا أمي بتظل هني واللي معاجبه يقدر يمشي. هذا اللي كنت بقوله لك يا أخ عادل، أنت ومرتك طول عمركم بتدورون لكم بيت وتسكنون بروحكم، فيلا توكل على الله من الحين واسكن بروحك. لا عيوني لا، احنا محنا طالعين، انت تقدر تطلع ببيت بروحك مع زوجتك، وسلطان يقدر ياخذ مرته ويعيش معاها في بيت ابوها. لا عيوني، بيت ابوها ضيج وانا ما احب احد يشاركني بيتي. قول حق عمك يعطيك شقه بحد عماراته. طلع من البيت انا ماني طالع، انا بعيش مع الوالده ومع ذكرياتها وريحتها. اشوف السالفه صارت سالفة عناد. أنا أخوكم العود ولازم تقدروني وتحشموني وتحترموني. أنا الحقيقة رحت الأسكان وتوني جاي الحين من هناك، طلبت منهم أني أسكن في البيت لأن الوالدة توفت، فوافقوا لي. وانتوا يلا يبا كل واحد يشوف لبيته ويطلع. بس أمكم الله يعطيها طولة العمر للحين ما صار شيء عشان تسوون اللي سويتوه. العمار بيد الله وكلنا بنموت. هذه أخرتها؟ سلطان وحنظل يطمدون من البيت؟ تدرون في لي أنا أخوكم الصغير أخرتها تطردوني، وتدرون فيني أنا ما عندي فلوس. حدك عاد، الورث موجود. عيل خلونا نسوي لجنة لحصر التركة والورث. حنظل برقة حصر الورث بعد ايش حق اللجنة؟ انزين وش كثر نصيب ريلي؟ نصيب لطيفة 10,000، وأنا وأخوي سلطان وأخوي عادل كل واحد 20,000. 20,000؟ شلون حسبتها؟ إذا الوالدة عندها بس الوالدة 150,000. عدل إيه قالت لنفسها؟ كلامكم صحيح، بس الحقيقة إن الوالدة طول عمرها تتسلف مني وتصرف على البيت وعليكم. وقبل شهرين كنها تدري بتموت، تسلفت مني 107,000 دينار وعطتني وصل كهذا الوصل. تفضل. هذا الوصل موجود. حنظل؟ نعم. الوالدة تسلفت منك 107,000 دينار يا حنظل؟ اي نعم. تفضل. هذه صورة الوصل والأصل عندي. سويتها يا حنظل؟ سويتها يا حنظل؟ سويتها؟ صبر.